بنرحب بام عامر ختام جاغوب وهي امين سر جمعيه نساء بيتا التنمويه. صباح الخير. ترفعينا المايك بس عشان نسمع صوتك هيك. اهلا وسهلا فيكم الجميع، يعطيكم العافيه. الله يعافيكم. عارفينها هيك على هالجمعيه سريعا والمنتجات اللي موجوده معنا على الطاوله بدون القهوه، هاي القهوه جابوا لنا اياها عشان نشربها سريعا. اهلا وسهلا. جمعيه نساء بيتا التنمويه احنا شغالين من 98، كنا تحت لجنه نساء بيتا التنمويه. في 2007 اخذنا الترخيص وبنينا مقر لنا لحالنا، كنا قاعدين عند الجمعيه الخيريه. احنا بنعطي دورات ورشات مشاريع مدره للدخل للستات، عندنا مشاريع مشروع زبده الزيتون، مشروع العسل، مشروع في عندنا روضه. يعني احنا طيب حوالي 20 سنه لنا في الجمعيه. طيب احنا شايفين زيتون هون، هذا زيتون من السنه ولا من السنه الماضيه؟ لا هذا من السنه الماضيه. السنه الماضيه جبنا له الاكل. في كمان شيء منتج هيك حكيتي لي عنه، زبده الزيتون. زبده الزيتون هي اول مره هيك بنسمع فيها. هاي زبده الزيتون مشروع اجانا من اتحاد لجان العمل الزراعي. له بيجي حوالي 10 سنين. من خزن الزيتون بدون دك، حب منخزنه حب لمده 6 شهور. خلينا نشوف الصحن هيك جزء، نشوف الصحن. احنا في عملوا لنا خبز وفي عملوا لنا، يعني راح يكون فطورنا مميز اليوم. هذا بس لاحقا مش على الهواء. المليح انه هذا الاجانب اللي اخترعوا من فرنسا هذا المشروع اجانا. للاطفال اللي بيقدروش ياكلوا الزيتون هذا بكره هيك. بعدين زي مقبلات بندهن فيه الدجاج عند الشوي برضه. السمك كثير مفيد للاطفال. ليش؟ لانه سهل الهضم، مش زي حب زي هيك بيقدروش يبلعوه. دهنوا سندويشات للاطفال عندهم، عشان هيك جابوا لنا المشروع هذا. طيب وكمان عندكم معجنات انتم بتعملوا؟ عندنا معجنات، عندنا مطبخ، احنا بنعمل معجنات، نعمل وجبات على الطلب يعني. اذا اجانا ضيوف في رحلات في شيء بوصونا بنشتغل لهم، بميلوا بتغدوا عندنا بدل ما يتغدوا في مطاعم. ممتاز. اهل الخليل، اهل بيت لحم اللي بيجوا زيارات. ممتاز. على نابلس. زيتون ابيض وزبده الزيتون، في زيتون أسود. انا شفت وين راح الزيتون الاسود. فرجينا الزيتون الاسود. هي. كمان طيب الزيتون الاسود هذا. للبيتزا بستخدموه اكثر ممكن ولا هيك؟ للبيتزا وبتاكل زي الزيتون. يعطيكم العافيه. يعطيكم العافيه. في رئيس الجمعيه، وينها رئيس الجمعيه؟ لو سمحتي تحكي لنا هيك عن الجمعيه شوي، هيك من عند معامر تلفي هيك تعطيها المايك معامر لو سمحتي هيك. كيف الجمعيه؟ كيف فرص تشغيل؟ الاول صباح الخير. يسعد صباح الخير، يعطيك العافيه. يسعد صباحكم، صباح كل المستمعين والمشاهدين. عارفين على حالك بس لانه ما كنتش موجوده. انا اسمي بسيمه راجح حماد دويكات، رئيسه جمعيه نساء بيتا التنمويه. جمعيتنا هي رسالتها واهدافها بناء قدرات النساء وتوصيلهن لصنع القرار، تمكينهن اقتصاديا اجتماعيا ثقافيا، معرفتهن بحقوق، معرفتهن بحقوقهن. جمعيتنا ترخيصها بيقتصرش على بيتها، احنا لجميع محافظات الوطن. عندنا عده مشاريع، عندنا مشاريع تمكين اقتصادي، تمكين الاقتصادي زي ما انت شفت، في عندنا بنعمل زيتون، بنعمل زبده زيتون، بنعمل في دجاج بياض، شيء مميز صراحه. في نحل مش عارف انهم جايبات عسل، في وجبات غذائيه، في معجنات. كل اسره باسرتها شو احتياجها، مشاريع تنمويه في هذا الشكل. عندنا تثقيف وتوعيه لسرطان الثدي في الخليل وفي طوباس وفي اريحه وفي الاغوار وفي طول كرم. شغالين بكل الاتجاهات. نعم نعم نعم. في عندنا تثقيف وتوعيه للتغذيه لانه انا بالاصل خبير التغذيه، دارس رعايه صحيه اوليه. عندنا اشغال يدويه اللي هي تطريز وخيش وكش. كم النساء اللي بترددوا على الجمعيه وبيشتغلوا؟ لا اللي بترددوا كثار. بدك تحكي لانه حوالي الضفه اللي بدي احكي عن بيتها فوق الألف. بدي احكي عن الضفه كلها بنط ال 10,000. لانه احنا ترخيصنا زي ما حكيت لك ومشاريعنا، يعني حاليا عندنا مشروع لسرطان الثدي، تمكين النساء، حدائق منزليه، حدائق منزليه تمكين النساء. فهذا المشروع بس للاحتياج الخاص للسرطانات، عباره عن كل وحده ما يعادل 800 دولار، برابيش وتنكات ومضخات وتدريب على الكومبوست، تدريب على كيف الزراعه، يعني هاي جزء من المشاريع. طب ستي عندكم مشكله بالتسويق فيما يخص هذا المنتج؟ خليني احكي لك شغله. احنا في فيش مشكله في التسويق، بنكون مش صادقين. في مشكله في التسويق، لكن احنا كنا بنروح على كل المناطق، إن ناس من القدس وإن ناس من رام الله ومن جنين، وصلنا عمان في التسويق، وصلنا الجزائر، طلعنا على الجزائر. بس في مشكله بالتسويق، مش بس الي، في كمان للتعاونيه مشكله في التسويق. رح نشوف التعاونيه. لانه في مشكله في التسويق. ليش؟ لانه احنا الكرويه بنعمل زيتوننا في الدار، بنعمل زيتوننا في الدار. في اكتفاء ذاتي. اكتفاء ذاتي. بنعمل زعترنا في الدار، احنا كمان مشهورين بعمل الزعتر، بنعمل مفتول. مثلا عندك نموذج ام عامر بتخبز وبتبيع الخبز. احنا بنشوف احنا، معلش لو المصور فرجينا بس الخبز هذا المميز، وهذا الخبز يعني معامر يعطيك العافيه. يمكن هسه كمان تشوفها بتخبزها بخبزتي هون صح؟ كمان بتسوقي معامر هذا الخبز؟
الطلب. طلب عليه منيح؟ على الطلب. يعطيك العافية. تعطيها المايك بس تحكينا هيك على المايك. على المايك على المايك. طلب عليه منيح يا معمر. هذا صحي. اكيد هذا لفات سكري منيح طبعا. البلدي الخبز الاسود. يعطيك العافية. الله يعافيك. من زمان بتشتغلي هيك على يعني فترة يعني ورثنا هاي كل الاحترام كل الاحترام اجدادنا وامهاتنا واخواتنا. احنا راح نروح للخبز هلا لاحقا نجي عندك على الفرن. بحكوا لي الشباب تفضلي بس امسك المايك. بدي اقول ام عامر اول بعد ما دخلت معنا بالجمعية بلشت تتسوق كمان عملت مشروع ثاني إلها. نعم هي ما حكتش عنه. تشتري بتجيب ملوخية من الأغوار وبتفرطها في البيت وبتبيعها مفروطة وجاهزة وبتبيعها كمان مفرزة وهذا عملها دخل اكتفاء ذاتي. لك تقيس عليها معظم الستات في البيوت. هذا اللي كنت بوصلك إياه. معظم الستات في البيوت عندهن اكتفاء ذاتي. أنا في الأول بدي أشكركم قبل ما تأخذ المايك مني. لا 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 ما راح نغل بقدر ما إنه إحنا بنمر على الموضوع سريع. بدي أشكر بدي أشكر وأقول الشفاء العاجل لجرحانا لأنه بنتألم بنكون عندنا غصة لما نشوف الجرحة. الشفاء العاجل رحمة للشهداء إن شاء الله. فراج العاجل للأسرى. نعم نعم أنت بتسبك علي. وفراج فراج إن شاء الله سريع وعاجل للأسرى. بناشد رئيس الوزراء بناشد الوزراء كميحهم بناشد سعادة الرئيس إنه من هذا منطلق من بيت أرض الصمود أرضنا جميعياتنا إنهم يكون في لهم صمود عن جد إنه وظلوا واقفين مع الجمع. شغلة ثانية بدنا ناشد سعادة الرئيس إشي مش إلي ولا لبلدي إنه جهاز فحص السرطان في صحة نابلس خربان من سنة ونص. ما فينا ولا في التثقيف والتوعية والأبليكيشن اللي بننزله على الجوال للستات لما بتروح واحدة تفحص ما بتلاقوا عندنا قضايا اجتماعية إن شاء الله كثير. إن شاء الله تكون المناشر يكون في مساعدة من أهل الخير ومن إن شاء الله. برينا بس المايك سريعا على ست إيمان. إيمان إيمان حسين جمعية بيتا التعاونية للتصنيع الزراعي. نعم خلينا نشوف منتجاتكم وعارفين اكس بشكل سريع على الجمعيه. هلا احنا الجمعيه تبعتنا من 2011 تاسست. اشتغلنا بصابون زيت الزيتون التقليدي بعدين اشتغلنا بالصابون العلاجي اللي هو البارد. اخذنا مشروع السنه اللي فاتت اللي هو مصنع العجوه. بعدين اشتغلنا على الحلويات اللي هو البرازق المعمول الغريبه والحمد لله يعني هو هذا كثير كثير اخذ له سوق يعني والناس عم تطلبه. كعكه وتمره في عندنا عجوه سمره بنسوقها خلال الاعياد. اشتغلنا كمان في السائل الجلي هلا احنا كمان عم نشتغل عليه. طبعا احنا جمعيتنا بتهدف لتمكين المراه اقتصاديا واجتماعيا ودمجها في المجتمع دخولها جميع المجالات بكل قوه بكل ثقه. الجمعيات التعاونيه طبعا فعالة في المجتمع فعالة في الضفة بس طبعا احنا المشكلة عندنا زي ما حكت الأخت أكرم هي المشكلة في التسويق. المنتج الفلسطيني رائع وذا جودة وبنتأمل انه لقينا فرصة تستمع. جيدة الله شكرا جزيلا لك إيمان حسين سعد صباحك. يعني انا اخترت هاي الزاوية ولكن لا موجودة بمنطقة ثانية موجودة اخترت عند كلية البندورة اللي هي اكيد مميزة خصوصا بجداد الزيتون. تفضلي يعني هيك انت اخترتي وتغلبتي علي على الاغلب. تفضل انا بحكي لك شو حكيت لك الصبح انه موسم الزيتون بدون قلاية البندورة ما بيمشي. لازم يعني قلاية البندورة اللي هي كمان هون مع توليعة النار والشاي على الحطب هذه الاجواء المرتبطة بموسم الزيتون. احنا الفلسطينيين رغم كل شيء رغم كل التحديات رغم كل العدوان الا انه احنا بنحب نعيش الاجواء كما هي. متعرف هون على الصبايا معنا. يسعد صباحكم منى. مريم صباح النور. يسعد صباحك فيك. طيب يعني احكوا لنا شوي هيك عن الاجواء المرتبطه بالزيتون. احنا بنحب ناكل الاكل برا في موسم الزيتون بيكون له طعم ثاني يعني الشاي على النار كمان الاكلات الفلسطينيه المقلوبه على النار. صحيح خبرونا شوي. طبعا احنا في يسعد صباحكم اول شيء. طبعا احنا في موسم الزيتون يعني هذا الاكل اللي بنعمله على النار من اساسيات قطاف الزيتون وموسم الزيتون. فانت زي ما انت شايفه قلية البندورة هي أساسية كل يوم في موسم الزيتون كل يوم نعملها بالإضافة للمتبلات الأكلات الثانية. حتى في ناس بيجيبوا طناجر وبطبخوا بطبخوا مقلوبة ومجدرة ومناسف وكل إشي يعني لأنه طبائخ مختلفة لأنه هذا الموسم يعني هو بالسنة مرة بيجي فإحنا بنمارس كل أنواع الأكل في الزيتون وبنحب الأكل في الزيتون. صحيح هذا كمان عشان المزارعين والجديدة بنسميهم بتعبوا هم في الزيتون. هاي النار رجعت ولعت
يعني طفت شوي واحنا نستنى، بس ايش حطيتي عليه؟ كيف انت وتوليعه النار، سهل عليك ولا صعب؟ تعودتي؟ احنا يعني طالما احنا بالزيتون وبالسرحه كل شيء موجود، احنا حطينا لها كريش كريش سنوبر عشان يسهل توليعها، وشويه حطب من الموجود على السريع بتولع، وعملنا قلايه البندوره مع بصل وفليفله، وهي هاي تراث يعني بالنسبه لنا في موسم الزيتون لازم تكون قلايه البندوره موجوده معنا. ومش بس بندورة، بنعمل بيض، بنعمل بنجيب أفوكادو، بنعمل سردين، طون، هذا لازم يكون من الشعائر الموجودة عندنا خلال الإفطار الصباح. الستات كمان مش بس يعني بيهتموا بموضوع الأكل، كمان هم يعني في الزيتون والقطاف والجد بتابعوا كل التفاصيل. ولا أكيد بنتابع كل إشي موجود، يعني بنضل 24 ساعة متابعين كل إشي، يعني أول بأول بنضل متابعين يعني، وكل إشي إحنا لازم نشرف عليه يعني. طبعا كستات تعرفي أنت لازم يكون لها ست لمسة بكل إشي موجود. طيب انا بدي احكي شوي عن الاغراض المرتبطه يعني بالتحضير الاكل في موسم الزيتون. دائما بنكون في عندنا بريق شوي عتيق وبنخليه للزيتون، بنصير نحكي هذا بريق الزيتون اللي لونه اسود شوي من النار. باخر الموسم الزيتون دائما بنحتفظ فيهم، بنغسلهم وبنضبهم، هو الغلايه تبعت الزيتون بنغسلهم وبنضبهم بكيس وبنضبهم بالتسويه مثلا، لانه عبين ما يجي موسم الزيتون بنرد نجددهم، بنرد نغسلهم، لازم يكونوا موجودين معنا في كل بيت. دائما في اغراض خاصه لهذا الموسم، حتى اواعي خاصه انه بنروح فيها الزيتون. طبعا شيء اكيد اواعي خاصه للزيتون، بوت خاص، كفوف يكون معنا، برضه لازم طاقيه، اي كل شيء عده الزيتون، المفارش، الجدادات، الثياب، كل شيء بيكون موجود بنجهزه قبل يعني ما نبلش بالزيتون باسبوع بيكون كل شيء جاهز. طيب خلينا نرجع لمونا شوي وتحكي لنا يعني قديش مهم انه كمان الاطفال يشاركوا بهذا الموسم، تعزيز فكره انه ارتباطنا بالارض، يعني هذا نوع من خلق الذكريات يعني كمان عندهم. الاطفال بدك تشجعيهم انهم يجوا على ارضهم وعلى الزيتون، لانه الاطفال لازم دائما تحكي لهم عن الارض وتحببيهم بالارض، تحببيهم بموسم الزيتون، فالاطفال بنبسطوا بيجوا بيلعبوا كمان بيشغلوا النار هم مرات، وبيعملوا الشاي، بيعملوا القهوة، طبعا مش الأطفال الصغار كثير، الكبار شوي، فأنت هيك بتشجعيهم إنهم يتمسكوا بأرضهم، يتمسكوا بعاداتنا وتقاليدنا في موسم الزيتون.